متابعينا الكرام، السلام عليكم. من ضحك أخيرا؟ حمد الله لفيصل فجرة. فاجأ وليد المدير الفني لمنتخب المغرب الجميع بعدما أعلن عن استبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة السعودي من قائمة أسود الأطلس، بينما ضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد. فهل تتذكرون الواقعة التي حدثت بين فجر وحمد الله عام 2019؟ في معسكر المغرب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، وخلال مباراة ودية، حدث خلاف بين حمد الله وفيصل فجر على من يقوم بتسديد ركلة الجزاء. وبعدها تطور الأمر وترك مهاجم الاتحاد الحالي المعسكر وغادر غاضبا. ومنذ ذلك الوقت لم ينضم عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف المنتخب المغربي. بعد تلك الواقعة نشر فجر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أغنية اسمها باي باي. تم تفسير الأمر وقتها بأنه يقصد بها عبد الرزاق حمد الله الذي غادر معسكر المنتخب المغربي. ولم ينكر فيصل فجر حدوث أزمة بينه وبين حمد الله. أما عن الأغنية المنشورة قال فجر: الأغنية التي وضعتها على إنستغرام لم تكن موجهة إلى حمد الله كما فسر البعض، ولكن لم يقتنع أحد بما قاله لاعب الوحدة الحالي. فانقلبت الأوضاع وضحك حمد الله أخيرا باي باي فجرة. فبعد غياب طويل عن المنتخب المغربي لمدة 3 سنوات بسبب واقعة المشادات الكلامية بينه وبين فجر، عاد حمد الله إلى صفوف أسود الأطلس مرة أخرى. عودة حمد الله كانت مصحوبة باستبعاد فيصل فجرة، فانقلب الوضع الآن. هو من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ومهاجم الاتحاد هو من يضحك أخيرا الآن. فهل يرد حمد الله الآن ما فعله فيصل فجر من سخرية واستهزاء، وينشر فيديو لأغنية باي باي، ثم يخرج بعد ذلك ويؤكد أنه لا يقصد زميله فجر؟ متابعينا الكرام، في أمان الله، سلام. As well as successful spells in Norway, in China, here in the region, and most recently in the Saudi Arabian League. Thanks to his technical skills and tactical ability, he scored goals for every team he has represented, many crucial ones for his country. Having got his first cap for the Moroccan national team back in 2012, this year he decided to retire from international duties. Congratulations to Abdulrazak Abdallah. Good evening, everyone. I'm very happy to be here. I'm very proud to win this award, and I would like to thank my club, my teammates, and especially my family and all the people who support me and who support me and help me to be here.